السلام عليكم اخوتي، لاباس عليكم؟ كلشي بخير؟ كي تعاودوا نتوما صافا صافا، كي صحيحه؟ لاباس عليكم. انا جالس دابا صاحب مشوار وبغيت نسمع العائله لا فامي ديالي، وان شاء الله اليوم غنديروا معكم واحد الوصفه زوينه تاني، بحال هذيك الوصفه اللي دارتها المراه اللي دارت واحد الوصفه ديال الشعر. كاين واحد الوصفه اخرى بحالها وهي في شكل عليها، تابعوا معنا ان شاء الله، تابعوا معنا مزيان مزيان، عاونونا بلايك اخوتي ودعمونا هاد القناه. بيس عليكم اخوتي، عاونونا بالكومنتيرات اللي عجبتو ديك الفيديو اللي رميت مؤخرا ديال الشعر، اللي عجبتو قولوها ليا، قول لي اش كاين. تبارك الله عليكم، وتبارك الله عليك اخوتي ديال الناس اليوتيوبر كاملين، وتبارك الله عليك اختي، تبارك الله على الناس اللي كيبغيونا بزاف بزاف. بيس عليكم، كنموت عليكم، تحيه ليكم. سمعونا اخوتي ان شاء الله هاد الوصفه هادي، تابعوني. دابا انا جالس دابا في الساحه جالس، علاش باش نقول لكم ان شاء الله تنمشي للدار ونكمل لكم. يلا تابعوا معنا، عاونونا لايك، وصلونا عاونونا شي لايك، طلعونا اللايكات. الله يرحم والديكم، اش نقول لكم؟ الله يرحم بابا فوق. بيس عليكم، بيس 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 بيس. يلا تابعوا معنا. عليكم، مرحبا بكم معايا ومعايا وصفه جديده ديال الشعر الجاف واللي ما كيطوالش. الشعر الجاف واللي ما كيطوالش بزاف ديال البنات، حنا كنعانيو من هذا المشكل هذا ديال الشعر كيكون قصير وما كيطوالناش بزاف. غنحتاجو نص كاس ديال الزعتر بلدي، وغنحتاجو من هذا نفس الكاس جوج كيسان ديال الماء، وغنديرهم فوق البوطه يطبخو على نار قليله حتى يعطينا اللون. وتبقاو معايا باش تشوفو اللون اللي كيعطي. غادي نديرو نص كاس ديال الزعتر في كاسرونه، وغنديرو معاه جوج كيسان ديال الماء عامري. ها الاول، وغنضيفو الثاني. وغنديرو فوق النار خفيفه، خليكم معايا. كيف ما كتشوفوا اخوتي، حنا وضعنا على فوق النار خفيفه حتى يطبخ مزيان، وغيعطينا واحد اللون ماشي حمر بزاف. غادي الكحوليه وغادي نصفيه، وغنديرو فرشاش باش نستعملوه يوميا للشعر ديالنا. كيف ما كتشوفوا اخوتي، كيولي اللون ديالو حتى كيطبخ مزيان على النار هاديه، كيولي اللون ديالو بحال هكا. دابا غادي نصفيه وغنديرو في واحد الرشاش هذا. كيف ما كتشوفوا انا دي كانت عندي ريحه اخوات، يعني غنحتاج نستعملها. كنسدوها تنعمروها باش نسدوها، تنبداو نرشو بحال هكا على الجلد ديال الشعر يوميا، يوميا على الجلد ديال الشعر. وكنديروا لها تدليك خفيف وبسيط على الجلد ديال الشعر ديالنا، وهكا كتعطينا النتيجه بالشعر ديالنا كيطول وكيولي ناعم. كنتمنى ان شاء الله تكون النتيجه كيف ما كتوقعوا ان شاء الله. خليكم معايا باش تشوفوا. كتشوفوا اخوتي، انا عمرت القنينه وصفيته وعمرته، وغنخليه حتى يبرد مزيان، يعني يكون بارد، ونبقى نستعملوه يوميا للشعر ديالنا بحال اي زيت عادي. غنرشو على الجلد ديال الشعر وندلكو تدليك بسيط، وغنجمعو شعرنا ونشطوه عادي مدة يوميا، ومكيخليش ريحة خانزة في الشعر. باش تكونو كتخليو ريحة خانزة، مكيخليش ريحة خانزة في الشعر، بالعكس ريحتو زوينة وعندو فوائد أخرى أحسن من الشعر. فوائد الحريق ديال المصارن، انت يكون اي واحد عنده حريق ديال المصارن غير يدير الزعتر والماء بحال هكا يطبخ فوق النار ويصفيه ويشربه، يعني واحد النتيجه اللي هائله. هاد العشبه هادي، هاد العشبه هادي، انا ما كنقول لكمش اخوتي شي حاجه اللي انا مجرباهش، هذا مجرباه وكيعطي فعل زوين كيطول الشعر. وكنتمنى ان شاء الله النتيجه تعجبكم، وغنتسنى الجواب ديالكم في لي كومونتير، وعاونونا باللي لايك وبارطاجوا معنا. وان شاء الله نتمنى هذا الفيديو يعجبكم. تبارك الله عليكم، والله يطول لي في عمركم. شكرا. هانتوما دابا سمعتوني اخوتي، هانتوما الوصفه اللي قلت لكم بالبداية، ها هي دارتها المراه صراحه مزيانه، تخي 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 مزيان، تبارك الله عليها. وصراحه هي كطول الشعر، كتخلي الشعر زوين، كتنقيه، ما كتخليش خانز، ولا تقولوا لا هذا لا ما مجرباش، هذا تجرباته وهي المفعول ديالها. علاش الزعتر معروف كلشي ديالو، التخصص ديالو الدواء الباء كتشربو كيحيد الوجع، اي حاجه كديرو في اتاي وكديرو في الحليب، الزعتر معروف الدواء، ومعروف حتى على الدواء ديال الشعر.
مزيان بزاف بزاف خوتي، عاونونا بلايك لي لايك، عاونونا عاونونا طلعونا لي لايك باش ندير لكم فيديوهات ثاني جداد اللي جايين في الطريق ديال 2020 اخوتي. بارطاجيو معنا كومونتير لي لايك، نطلعوا الله يجازيكم بخير. باش ديما ابونيش في هاد لاشين طنجاوي فلوغ، ابوني عندنا اخوتي. بيس عليكم، كنبغيكم بزاف بزاف داخل الوطن خارج الوطن، كنموت عليكم اخوتي. الله يخليكم لينا ثم مع عائلتي ثم مع احبابي ثم ام الاصدقاء ديالي اللي جمعت فيكم كامل اخوتي. وبيس، كنبغيكم بزاف بزاف، وتهلاو في راسكم، كنبغيكم بزاف. Could always be the one you wanna call when it's cold outside. I will always be the one that's right here standing by your side. Open up your heart and